رحمة الله وبركاته. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الرئيس تبون أو عمي تبون يقسم بالله، يا ترى على ماذا يقسم؟ أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك، يا ريت هذا الفيديو يوصل ل 200 لايك. يلا من بعد نسمع هذا الفيديو، يلا نشوف. مواطن جزائري ما بين المغاربة بصفة عامة هو اللي يستهلك أكثر العدس، يستهلك الفاصوليا البقوليات، وفي الصيف هذه ما تستهلك. كيف يخلق لي أزمة في اللوبيا والروز والعدس؟ هذه مقصودة والله العظيم، أقسم بالله يا اللي حكمته إني ندم على النهار اللي زاد فيه. ويقول لك يعني راه يعطينا مؤشرات اليوم أنا في الصيف وزاد فيها، يعني يغيبوها في الشتاء. خليه يمكرون ينكر الله والله خير الماكرين. مقصودة جدا. سيادة الرئيس مقصودة في رأيكم؟ باش تخلق بالبلاء. سيادة الرئيس أنا هضرنا على العطش، هضرنا على الماء، على المجهودات تاع الدولة باش توفر الماء. الناس نساو باللي كانوا يشربوا الماء المالح، اليوم راهم غضب والماء وهذه، وغضب في النقل وغضب في هذه وغضب. خلق غضب. إذا كان السجون لا ليست عبرة بالنسبة لهذا، خليه. اللي يخاف على عائلته وشا يخاف على شرفه مبدئيا ما يديرش هالأمور هذه، حتى ولو ما فيش سجن. خاف ربي، لأن قوت الفقير والبسيط اللي ما يخافش ويطلع حسابات، يقول أنا هذا خلي يعطيه يديروني في الحبس، وهادو راه ماشيين والناس اللي في الحراش غادي يخرجوا ويخرجونا وننتقموا منهم ونديروا، هي يعني حسابات تاع دراري تاع يعني الإنسان اللي ما عرفش روحو راه في دولة، ودولة تمشي بالقوانين. الناس هادو كلاو البلاد ومازالوا طامعين باش ياكلوا. انتهت سيفيني لا ياكلها. أنا ما تنساش أيها المواطن، عمري ما قلتلكش ما كانش دراهم باش نخلصوكم. عمري ما قلتلك باللي إذا قعدنا كيما هاك ما عندناش باش نشرو الماكلة. أنا يقول لك السكن ما يحبسش. راني زدت لك في الأجور. راني درت لك منحة، نهار درنا المنحة تاع البطالة كارثة. أو لطيفة لطيفة، كارثة اقتصادية ودوك كذا، دوك الجزائر طيح في صندوق النقد الدولي. الجزائر زادت. مات. باش خص الناس الذاكرة تاعهم لازمها تكون ذاكرة طويلة. مش ذاكرة تاع الظرف تاع أسبوع ولا أسبوعين ولا كذا ولا هذا. وأين كنا وأين أصبحنا؟